لتسلط الضوء أكثر على بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول قمة جدة، وزيرة الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة معنا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العنواني. دكتور ثامر العنواني، مرحبا بكم. ما أوجه اعتراضكم على زيارة بايدن للمنطقة وما جرى في قمة جدة للأمن والتنمية، رغم اعتبار الحاضرين فيها أنها مهمة للمنطقة وكذلك لدول المنطقة على صعيد الأمن واستقرارها؟ بداية حياكم الله ولمشاهديكم الأكارم نفاس. الزيارة هي جاءت حصرا في مجملها العام لإرغام دول المنطقة وخصوصا الدول العربية على تنفيذ مصالح أمريكا والكيان الصهيوني على حساب مصالح الدول العربية. أمريكا في ورطة حقيقية الآن بصراعها مع روسيا والصين، وملف النفط والتطبيع هو كان أبرز النقاط الموجودة في هذه القمة. ثانيا، الهيئة اليوم في بيانها أكدت على أن المنطقة تتعرض إلى عدم استقرار أمني وسياسي، والمتسبب بنزاعات المنطقة وخصوصا الدول العربية هي ما سمته في بيانها اليوم بأن هيئة المسلمين هو الثالوث الأمريكي الصهيوني الإيراني. فلا يمكن لعاقل أن ينتظر ممن هو سبب في المشكلة أن يحل أزمة المنطقة. إيران تحتل العراق وتحتل اليمن وسوريا ولبنان وتزعزع أمن المنطقة، الكيان الصهيوني يحتل فلسطين وأراضي في سوريا وأراضي في لبنان، أمريكا احتلت العراق ودمرته ثم سلمته لإيران، وهي من تساهم في سيطرة الحوثيين على اليمن وتدميرها، وهي من تسمح للحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية بالانتشار في سوريا والسيطرة على الأوضاع هناك. ألا تكفي هذه الاعتراضات على أن هذه القمة غير مجدية وعدم انتظار نتائج خير يمكن أن تنفع مصالح الأمة؟ وبالمناسبة حتى الدول المشاركة في هذه القمة هي تعلم أنه لا جدوى من هذه القمة، ويعلمون أن أمريكا تكذب، وقد سبق وأن أخلفت وعودها واتفقت مع إيران التي تدعي الصراع معها. هناك أزمة ثقة حقيقية بين الدول المشاركة وأمريكا، المشاركة في القمة وأمريكا، وبايدن يعلم أن الزيارة هي لن تأتي بثمارها على الأقل على المدى القريب على أقل تقدير. إذا لم يعد خافيا على أحد أن أمريكا تنذر وعود حماية حلفائها، وهي بنفس الوقت تتعاون مع إيران من تحت الطاولة ضد هذه الدول. إذا الزيارة كانت تهدف إلى مساومة الدول النفطية، وهذا ما لا يمكن لدول المنطقة أن تتقبله على ضعفها وهوانها. طيب دكتور ثامر، إلى أي مدى يمكن اعتبار زيارة بايدن للقدس وتوقيع على إعلان القدس هو جزء وتكملة لصفقة القرن، وما تبعه من لقاءات وقمة هو بداية لتطبيع علني وصريح مع الاحتلال يكون علنيا رغم النفي الرسمي العربي لذلك؟ بلا أدنى شك زيارة بايدن هي جزء من مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وصفقة القرن هي إحدى هذه الخطط وإحدى هذه المناورات لتصفية القضية الفلسطينية. تصريحات بايدن وأفعاله كما الرؤساء السابقين الأمريكان السابقين هي واضحة أنها تصب كلها لإنهاء القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، لأنهم يدعون بكل الوسائل العسكرية والاقتصادية والأمنية والدولية يدعمون بها الكيان الصهيوني ويحاربون الشعب الفلسطيني. وفي المؤتمرات يظهر رؤساء أمريكا بوعود كاذبة، وكل مخططاتهم هي إرغام العرب على التطبيع وعدم التطرق إلى إيقاف المستوطنات والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وتصريحات بايدن كانت واضحة قبل وبعد وأثناء أنه صهيوني، وأنه وإن لم يكن يهوديا فهو يدعم اليهود، ولعل قرار السماح للطيران الصهيوني أن يدخل أجواء السعودية فهو خطوة بهذا الاتجاه باتجاه التطبيع. إذا زيارة بايدن للكيان الصهيوني أولا ثم السعودية قادما من الكيان الصهيوني من فلسطين المحتلة هو جزء واضح من التطبيع الذي تهدف إليه. دكتور ثامر، إلى أي مدى ترى يعني بحسب تصريحات الولايات المتحدة بين فترة وأخرى بأنها تريد وضع حد لنفوذ إيران في المنطقة، إلى أي مدى ترى أنها جادة بإنهاء خطر ونفوذ إيران في المنطقة، ولماذا تأخرت هذه الخطوة؟ الرئيس الأمريكي لم يأتي لإنهاء النفوذ الإيراني في المناطق أبدا، هو أتى مرغما إلى هذه القمة، والقضية ليست لإنهاء النفوذ الإيراني لا من قريب ولا من بعيد. أمريكا أتت من أجل أن تحسم ملف النفط، من أجل ارتفاع زيادة النفط في الأسواق العالمية.
هذه الزيارة كانت واضحة جدا، هو أجل من أجل محاربة وصراع روسيا والصين، ولذلك صرح بأنه سيعزز الشراكة مع السعودية لغرض مواجهة روسيا والصين. تصريحه اليوم كان واضحا بأنه لم يترك الفراغ في المنطقة التي تملأه روسيا والصين وإيران، وهذه كذبة منه أخرى، لأنه بايدن يعلم جيدا أن أمريكا هي من سمحت لإيران بتوسع نفوذها في المنطقة، فلا يوجد فراغ الآن إلا وإيران تملأه، سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء في اليمن، سواء في لبنان. بالتطرق إلى حضور رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كيف يعني وجدت كلمته؟ يعني هل كانت كلمته تمثل إرادة العراقيين بالخلاص من إيران؟ هل يمتلك الكاظمي هذا التأثير بالفعل على إيران؟ هل يمتلك هذه القوة، هذه الأدوات، ويلعب دور الوساطة لإثنائها عن هيمنتها وعدم تعريض المنطقة لأي خطر إيراني؟ كيف تابعت هذه الكلمة؟ الكاظمي بالمجمل هو حضوره وإلى القمة هو بعيد عن استقلالية العراق وعن كل الخطاب الرنان الذي يقوله الكاظم، فكله وعود كاذب. فحضوره كان بعاز أمريكي موافقة إيرانية، وهذا يعني أن إيران حاضرة القمة عن طريق وجود الكاظم الذي يعلم أنه يقوم بدور ساعي البريد بين دول المنطقة وإيران وأمريكا، لأنه لا يملك للقرار ويفتقر إلى السيادة، فضلا عن أن العراق هو نفسه بلد محتل من إيران وأمريكا. خطابه كما تعودنا عليه وعود هائلة من الأكاذيب والوعود الزائفة التي لا قيمة لها لا عند الشعب العراقي ولا عنده نفسه شخصيا، إنما هي خطابات مستهلكة. نعم. الكاظمي أيضا تحدث عن مستقبل أفضل للعراق وشعوب المنطقة، يعني هذا المستقبل في ظل هذه العملية السياسية الحالية التي يعتبر الكاظمي جزء منها، يعني هل ستستمر هذه الشعارات الرنانة وبالتالي الشعب العراقي يعاني من أزمات متوالية، يعاني من ازدياد معدلات الفقر والبطالة، يعاني من كثير من المشكلات؟ الكاظمي لا يجيد إلا لغة أو أسلوب الكذب والخداع، وهو حقيقة لا ينطوي لا على الشعب العراقي ولا حتى على الذين يلقي الخطاب أمامهم، وإنما فقط هو يقنع نفسه بذلك. الكاظمي ليس جديد عليه إطلاق الأكاذيب والوعود، وهو قبل انطلاقه للقمة صرح بأن العراق سيوصل الكهرباء إلى أوروبا، وكأنه لا يعيش في العراق الذي لا يملك كهرباء ولا ماء صالح للشرب. التصحر يضرب بالبلاد طولا وعرضا، انعدام الصحة والتعليم، سيطرة الميليشيات، حتى على قراراته هو، وهو يعلم جيدا أنه لا يملك من أمره شيئا، والآن يتكلم بالمستقبل الواعد الباهر. المطلوب من الكاظمي إن استطاع أن يقدم هو أن يسيطر على تحكمه بالمنطقة الخضراء. الكاظمي لم يستطع أن يحاكم عنصر ميليشياوي تحداه ودافع على صورته بالحذاء. كيف نمكن أن ننتظر من الكاظمي أن يحقق وعوده الكاذبة الزائفة؟ هذه الأهداف البعيدة المدى التي تحدثت عنها قمة جدة، بالعودة إلى زيارة بايدن دكتور ثامر، بايدن تحدث عن دور أمريكي جديد وشرق أوسط أفضل، برأيك يعني هذه القمة هل ستتمكن من تحقيق ما تحدث أو وعد به بايدن؟ بيان الهيئة اليوم كان واضحا بأن من خلال طبعا المعطيات التي تقرأها الهيئة على الساحة ومتابعتها للمسائل المهمة، فإن تتوقع بعدم نجاح هذه القمة في تحقيق أهدافها بعيدة المدى، لأنها لم تلامس مشاكل المنطقة الحقيقية، لا حل القضية الفلسطينية ولا وضع حل التدخلات الإيرانية الخطيرة المزعزعة على أمن المنطقة واستقرارها. أمريكا تريد تعزيز وجودها مع الكيان الصهيوني في منطقة الخليج من خلال التخوف بإيران، وعندما تحقق هذه الأهداف سنرى أنهم سيخرجون مع إيران باتفاق نووي يرضي أمريكا وإسرائيل، وإيران ثم تكون الضحية بالنتيجة هي الدول العربية جميعها، مع أن الحل الحقيقي للمنطقة هو إبعاد هذا الثالوث الخبيث، ثالوث إيراني أمريكي الصهيوني، والاعتماد على الإمكانات الهائلة لدى الأمة العربية والمنطقة لما تملكه من إمكانات سواء اقتصادية موية دفاعية. إذا تحقق هذا الأمر فكما ذكر بيان الهيئة أن الحل سيكمن هنا، وهنا نقطة مهمة جدا أحب أن أذكرها وسلط الضوء عليها، هو أمريكا تحاول أن تقلل من مشروع النووي الإيراني والذي تخوف به المنطقة، وهي بنفس الوقت هي لا تتحدث عن تحجيم إيران في المنطقة والحد من نفوذها، وهذا تاركته مثل الحبل على الغارب لإيران، تتصرف الدول العربية كيفما شاءت ولم تقدم أي حل حقيقي لا في العراق
لا في اليمن، لا في سوريا، لا في لبنان. إذا هناك تخادم ما بين أمريكا وإيران في السيطرة والنفوذ في المنطقة العربية. نعم، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العنواني، شكرا جزيلا لك.